بأكد على جزئية مهمة، إن مفيش حد بيترفض عشان مفيش سرير، مفيش حد بيموت عشان مفيش جهاز تنفس، مفيش حد بيترفض عشان هو كبير في السن أو عشان هو صغير في السن أو لا، يعني الكل بياخد الرعاية المطلوبة. طبعا في ضغط على الدكاترة أو الممرضات، وطبعا في هنقول في ضغط كبير، خصوصا لأن زي ما قلت إن في عدد المصابين من الدكاترة والنيرسز وكده بيزيد، فطبعا دول بناخد بقى، هما لازم لو حد عنده حرارة من الممرضين وكده أو الممرضات لازم ياخد أجازة أسبوعين لغاية ما يبقى مفيش حرارة، مفيش أي أعراض لمدة 3 أيام، ما بيروحش يحلل تاني أو حاجة، هو عايز يحلل بس هو مفيش علاج، يعني هو يقعد في البيت كده ويريح وياخد فيتامينات وياكل كويس. عدد الوفيات بتزيد ليه؟ زي ما قلت كل واحد على حسب الإميون سيستم بتاعه، على حسب مناعته، كل جسم بيتخلص من الفيروس بطريقته. حتى هم دلوقتي بيفكروا ان هم ياخدوا البلازما الدم، مطالبين من العيو يخفوا يروحوا يطلعوا بالدم عشان ياخدوا البلازما بتاعتهم ويشوفوا المضاد الحيوي اللي فيها، اللي ربنا عمله في جسم الانسان عشان يخف من الفيروس من غير حاجه، عشان يدوه لحد تاني مصاب يخف بيه. لغايه دلوقتي انا الحمد لله يعني لسه ما اتصبتش، بس عايزه اقول لكم يعني ان الاوفيس اصلا فاضي، الاوفيس فاضي يعني ما فاضلش غير انا وزميله ليا، ودي كانت عيانه يعني برضه جالها المرض كده وقعدت اسبوعين في البيت. يعني احب انصحكم ان الموضوع، انصح اخواتي المصريين واهلي في مصر ما تستهتروش في الموضوع، احنا هنا يعني احنا هنا في بؤره الفيروس، الوضع صعب، ويعني اتمنى يعني كنت اتمنى ان انا اطمنكم علينا، لا الوضع سيء وللأسف الفترة اللي جاية هتبقى أسوأ، ومتوقع إن عدد الوفيات يزيد، فما تستهتروش ولازم تاخدوا يعني شوفوا إيطاليا، شوفوا اللي حصل في إيطاليا، شوفوا اللي حصل في أمريكا، شوفوا اللي حصل في نيويورك. يعني أنا واحدة عايشة هنا وشايفة بعيني، لا ما تستهتروش، لأنه يعني وعايزة أقول لكم على حالة برضو، واحد ما تقولوش إن أنا صغير في السن ومش هيجيلي، لا واحد صاحبنا امبارح عرفنا ان هو عرف جاله الاعراض من اسبوع وراح المستشفى، وبعدين قالوا له هو كان عنده، هو عنده 42 سنة تقريبا، راح المستشفى قالوا له لا روح البيت، لان زي ما بقول لكم الصغيرين في السن بينصحوهم ان هم ايه يروحوا البيت يعملوا عزل لوحدهم، يقعدوا في البيت لوحدهم. روح البيت بعدها بكم يوم، 3-4 ايام، ما قدرش يتنفس وطلبوا له الاسعاف، وللاسف هو مات امبارح. يعني فعلا حالة، وعنده بنتين صغيرين، يعني حالة تقطع القلب. هنا المرضى اللي خلاص بيموتوا ممنوع طبعا، زي ما قلت لكم ان اهاليهم يجوا يزوروهم، لما بيكون حد خلاص هيموتوا كده وعارفين ان هو خلاص يعني في اخر ايامه، في بيعملوا الفيس تايم، بيتصلوا باهله ويعملوا فيس تايم يشوفوه على التليفون ويودعوه بالتليفون، على حسب بقى هو فايق مش فايق يقدر يكلمهم، او يعني حالات كتيرة والله يعني تقطع القلب. يعني فعلا اللي احنا فيه ده انا مش عارفة، والله الواحد حس ان هو في حلم، حلم كابوس. ياريت الكل ياخد باله من نفسه، واحنا ان شاء الله هنعدي الفترة دي، يعني ان شاء الله تعدي، ربنا ان شاء الله يعديها على خير يا رب، ويشفي كل مريض.